والله اتمنى لهم الفوز، اتمنى لهم الرقي، اتمنى ان شاء الله باش مثل ما شفنا في شقيقه قطر هذا المستوى العالي من التنظيم ان نصل اليوم الى دولتين عربيتين في نهائي كاس العالم ان شاء الله. غابت الجزائر وان شاء الله تظهر من جديد كما عودتنا. شاءت الاقدار كذلك، ولكن ان شاء الله ان شاء الله خيرها في غيرها كما يقال ان شاء الله.